اهلا وسهلا بحضراتكم. وطبعا احنا هنتكلم على مساله ازاي نقدر نتعايش مع الجو الحر اللي اصبح محيط بينا. ويمكن قبل ما نبدا الفقره على طول، ف يعني برضو اتكلمت مع دكتور اشرف في مصطلحين، واحد باللغه العربيه الفصحى وواحد بالعاميه، ما بين الفرهده وقدرتي على التكيف. خلوني الاول ارحب بضيفنا العزيز دكتور اشرف عقبه، رئيس اقسام البطنه والمناعه السابق من جامعه عين شمس. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. انا دائما عارف لاستخدام مصطلحات صادمه، وحتى في التوليفات يعني بقول لحضرتك الواحد بقى بيفرهد جامد وغير قادر على التكيف. حضرتك برضو ضحكت قلت لي برضو يعني المساله بقت صعبه جدا بالنسبه لي. انا عارف هنعمل ايه في الجو الوحش ده، نتعامل معاه ازاي؟ طيب الحقيقه مش احنا بس، العالم كله النهارده بيعاني من ارتفاع درجات الحراره. ويمكن صحيح. المعلومات اللي بتجي لنا والاخبار بتقول انه اوروبا مثلا بتعيش اليومين دول درجات حراره غير مسبوقه. وده معناه انه يعني في فعلا نتيجه التغيرات المناخيه في ارتفاع نسبي في درجه الحراره، وخاصه في التوقيت ده بالذات. ويمكن في السنين اللي فاتت اوروبا نفسها سجلت عدد وفيات كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، والأبحاث الحقيقة طول الوقت عمالة بتدور يعني إزاي نتكيف مع درجات الحرارة اللي بدأت دلوقتي تبقى مرتفعة، وفي نفس الوقت إيه اللي ممكن نعمله. وقبل ما نجاوب كده بس في بعض المعلومات الحقيقة أحب أن المشاهدين يكونوا عارفينها. أول حاجة، إحنا جسمنا درجة حرارته الداخلية 37 درجة، والمخ مسؤول عن الحفاظ على درجة الحرارة دي طول الوقت. يعني إذا كانت الحرارة الخارجية أعلى هو يعمل كل الحاجات ويدي أوامر للأعضاء علشان تحافظ على درجة الحرارة الداخلية 37. وإذا كان درجة الحرارة أقل برضه نفس الكلام. أوكي. يبدأ أن هو يدي تعليمات وأوامر لأجهزة الجسم علشان أنها تساعد على زيادة درجة الحرارة الداخلية. فبالتالي احنا المايسترو بتاع الموضوع كله هو المخ. والمخ هو المسؤول عن الحفاظ على درجة الحرارة بالشكل ده. لما بيحصل زيادة في درجة الحرارة يبدأ يدي تعليمات للأوعية الدموية إنها تتسع، الأوعية الدموية الخارجية، ويدي تعليمات للغدد العرقية إنها تبدأ تخرج عرق علشان ده هيساعد على تبريد الجسم شوية. ممكن ده يحصل كويس لو ما فيش رطوبة عالية، لكن لو الرطوبة عالية يبدأ موضوع خروج العرق والتخلص من العرق ده يبقى أصعب، وعشان كده الناس ممكن تحس بدرجة الحرارة أعلى لو نسبة الرطوبة أعلى. كمان المخ الحقيقة مسيطر على كل أعضاء الجسم، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة نص درجة داخليا المفروض أنه القلب بيشتغل أو يبدأ يزيد عدد النبضات 10 نبضات في الدقيقة. يعني نص درجة حرارة تزيد، وعشان كده لما ترتفع درجة حرارتنا بنحس ضربات قلبنا عالية. دي كمان تعليمات من المخ علشان يقدر ان هو يتخلص من درجات الحرارة. كمان بيدي أوامر للعضلات ان العضلات ما تبذلش مجهود، علشان ده بيولد طاقة. فيخلي الواحد إحساسه كده ان هو مش عايز يتحرك ولا يبذل مجهود بشكل كبير. يدي تعليمات للكلى انها تحافظ على السوائل اللي جوه، فالواحد ما يفرس بول بزياده. وفي الجو الحر كلنا بنبقى يعني كميات البول اقل والبول بيبقى مركز اكتر. يدي تعليمات للرئه علشان يحصل نوع من التبخير عن طريق التنفس، فيبقى في سرعه في النفس. سرعه النفس دي محاوله لان هو برضه يعمل عمليات تبريد اللي بنسميها يلهس. يبقى الواحد بيلهس في جو الحر بزياده. وبالتالي المخ الحقيقه مسؤول عن ان هو طبعا جانب شغل كتير بيعمله، انما مسؤول عن الحفاظ على درجه الحراره. حلو. لما بيحصل بقى زياده في درجات الحراره كل الحاجات دي بتحصل، فيبدا الواحد يشتكي من ان هو اول حاجه حاسس باجهاد، مجهوده قليل، عضلاته فيها وهن شويه، في صداع، في عرق شديد، ممكن يحصل كرامبات في العضلات، ويبقى النفس سريع وضربات القلب سريعه، وهو ده اللي بيسموه الاجهاد الحراري. اوكي. ده درجه نقدر نقول الدرجه الثانيه، الدرجه الاولى اللي هي الكرامس، الدرجه الثانيه اللي هي الاجهاد الحراري. لو ما عرفش بقى ان هو يتخلص من الحراره الزياده، هنا هيبقى ما فيش عرق والجسم يبقى ساخن ودرجه الوعي تقل وممكن يخش
في غيبوبة أو تشنجات، والحالة دي اللي بنسميها ضربة الشمس. يبقى ضربة الشمس هي مرحلة تالية لمرحلة الإجهاد الحراري. كل مرحلة من دول نقدر نتعامل معاها بشكل مباشر، لكن لازم نكون عارفين أنه مجموعة معينة من الناس هم عرضة أكتر للحكاية دي. السيدات الحوامل والأطفال وذوي الهمم، دول مجموعة مهمة لازم نخلي بالنا منهم، لأنهم دول لما بيتعرضوا لحرارة زيادة بيتأثروا أكتر. كمان الناس الهوملس اللي هم قاعدين في الشارع طول الوقت، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، دول برضو بيتأثروا كتير، لأنه زي ما قلنا أعضاء الجسم بتتأثر بتعليمات من المخ عشان تحافظ على الحرارة، فإذا كانت الأعضاء دي فيها مشكلة يبقى هتتأثر أكتر. كمان الناس اللي بتمارس الرياضة العنيفة، وخاصة في الجو المفتوح اللي بتتعرض فيه لدرجات حرارة كبيرة، الناس دول عرضة إلى أنهم يجي لهم الإجهاد الحراري وضربات الشمس لو مش بياخدوا بالهم أنهم ما يعملوش ده أثناء الظهيرة أو ارتفاع درجات الحرارة الشديدة. المجموعة الأخيرة ويمكن حضرتك مهتم بيها طبعا، اللي هم الناس اللي بتشتغل في الشارع وشغلهم بيفرض عليهم أنهم يكونوا موجودين في جو الحرارة الزيادة. الحقيقة دول برضو عرضة لضربات الشمس والإجهاد الحراري، وعشان كده لازم يبقى فيه ترتيب للناس دي انها ما تتعرضش لكده. اللي بيديرهم لازم يعمل له حسابهم ان هو يشربهم ميه كتير، وانه يعمل مجموعات، يعني مجموعه تشتغل ساعه وتريح ومجموعه تشتغل ساعه تانية، يعني يبقى فيه نوع من التبادل، يبقوا موجودين في الظل اكتر، يلبس واقيات الراس، يعني يلبس برنيطه او طاقيه او حاجه عشان ما يتعرضش بدرجه مباشره لدرجات الحراره. يفضل لو يقدر ان هو يغير لهم المواعيد، يعني مش لازم يبقى موجود ساعه الظهيره في منطقه العمل اللي هو في درجه حراره كبيره، يعني يفضل ان هو يشتغل في فترات الصباح مثلا بدري شويه او متاخر في الليل. وفي ناس كتير بتغير مواعيد العمل علشان تقدر انها يعني تنجز وفي نفس الوقت ما تتعرضش لضربات الشمس او الاجهاد الحراري. حلو جدا. انا هستاذن حضرتك يا دكتور، عايز اروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل تقول لنا جميعا احنا ازاي نساعد جسمنا علشان خاطر يقدر يتعامل مع درجات الحرارة. وحضرتك قلت كمان ان المخ هو المتحكم الاول في الموضوع، فده معناه ان انا لازم احافظ على سلامة هذا المخ. طب انا كل اللي اعرفه ان انا اشرب مية، ايه تاني بقى اللي المفروض نعمله وحافظ على سلامة المخ ازاي وساعد جسمي ازاي؟ استأذن نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل لدكتور اشرف عقبة يشرح لنا ده على مهل كده زي ما بيتقال. استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه السابق بجامعه عين شمس. وكنا بنتكلم طب احنا هنعمل ايه علشان جسمنا نساعده ونساعد مخنا هو كمان عشان يدي الاوامر بالمظبوط. اول حاجه ان احنا ما نتعرضش لدرجات الحراره الشديده، نبقى دايما يعني بنتحرك في الوقت اللي ما فيهوش حراره جامده. كمان نساعد نفسنا بشرب السوائل الكتير، وخاصة في الأجواء الحر. إذا واحد بيعاني من الإجهاد الحراري لازم نلحقه بأننا نشربه مية كتير، وممكن إن احنا يعني نديله نعمل له شاور أو إن احنا نعرض جسمه لمية باردة بشكل كفاية. هو ده الحقيقة في حالات كتير بيبقى كفاية. كمان لازم الواحد يختار بقى الأكلات اللي ممكن إنها ما ترفعش درجات الحرارة بالنسبة له، يعني الخضار والفاكهة دي من الحاجات السهلة وفيها سوائل كتير وتقدر إنها بتديله طاقة، وفي نفس الوقت ما تزودش يعني السعرات الحرارية اللي بيطلقها جسمه نتيجة الكلام. لازم نقلل شوية من الشاي والقهوة والحاجات اللي فيها كافيين، لأن دي مضرة للبول فبتنزل سوائل فتساعد على انه يحصل له جفاف بسهولة، الى جانب العرق الكتير اللي هو بيحصل. الناس اللي بتشرب الكحول لا تمتنع، لانه الالكحول بالذات من ضمن الحاجات اللي بترفع درجة الحرارة وبالتالي برضو لازم نمتنع عنها.
دي الإرشادات البسيطة الأولية. إذا كنا بنضطر إن احنا نخرج في الجو الحر يبقى بنلبس ملابس فاتحة خفيفة، بنلبس واقي للرأس علشان ما نتعرضش بشكل مباشر لدرجات الحرارة الكبيرة. دي الحاجات الطبيعية، لكن في اهتمام خاص بقى بمجموعة مهمة جدا اللي هم الأطفال وكبار السن وذوي الهمم، لأن دول مش بيعرف ان هو يعبر عن نفسه ويقول انا بقى اعاني من مشكله ارتفاع درجه الحراره والاجهاد الحراري. وما بيشتكيش. فهنا لازم يكون المتابع ليه او اللي بيراعيه بياخد باله من هذا الشخص بشكل خاص، وخاصه في بعض الاحيان نبص نلاقي انه الملاحظه اللي باينه ان هو بدات تبقى تصرفاته غريبه شويه. يعني بدا يتلعثم، ينسى، ما يبقاش متذكر بشكل كويس، لأن هنا زي ما قلنا إنه الإجهاد الحراري بيأثر على قدرات الذهنية وممكن كمان يصيب الشخص ده بتصرفات غير طبيعية. حضرتك في الاستراحة قلت تعبير رائع جدا عن الناس يعني لما بتتعرض لدرجات الحرارة فعلا بيبقى عندها تغيرات في تصرفاتها. قلت بيبقى ضيق الخلق، يبقى عنده خلق ضيق، صح، وخلق ضيق فعلا، لانه ده نتيجه انه الدوره الدمويه للدماغ وكمان الكيماويات اللي بيفرزها المخ بتتاثر نتيجه ارتفاع درجه الحراره ونقص السوائل في الجسم. عايزين نقول هنا كمان نقطه مهمه، انه بيحصل نوع من الجفاف نتيجه فقدان السوائل عن طريق العرق واللهث، فبالتالي لازم نعوض ده، لانه الجفاف ده ممكن بيزود من لزوجه الدم ويدي فرص لحدوث تجلطات، وده اللي بيتعرض ليها اصحاب الامراض المزمنه زي مثلا مرضى السكر ومرضى القلب ومرضى مشاكل الاوعيه الدمويه عموما. فمهم جدا ان احنا نحافظ على اجسامهم والاوعيه الدمويه وسيوله الدم بشرب السوائل بشكل شرب ميه كفايه كمان. دكتور انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، اشكرك جدا 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 على وجود حضرتك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا كمجره العاده في الاستوديو او في التليفون او في اي وقت، دايما احنا بقى متشرفين بوجود حضرتك ودايما بتفيدنا وتساعدنا. كل الشكر لحضرتك يا دكتور اشرف، كل الشكر دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه السابق بجامعه عين شمس. شكرا لحضراتكم، اشرب ميه كتير وكل اكل خفيف لو سمحت، خفيف. بابا الله يرحمه كان عنده اكله كده ليها أصناف كتير بيسميها الخزعبلات، هي عبارة عن دايما سلطات، سلطة وعليها بيض مسلوق وزيتون، سلطة وعليها تونة، سلطة وجبنة وبطيخ، دي أكلتي أنا وماما، دي حاجات كده يعني. فالأكل ده اللي هو أكل الناس بتاعت زمان اللي ورثناه عن الأجداد، ده الأكل الحلو جدا للصيف. خفف 100 فل و14 في الاكل، هتلاقي جسمك كده حيوي ونشيط ممتلئ بالسوائل الجيده. اشرب ميه كتير زي ما قال لنا دكتور اشرف، وابتعد قدر الامكان عن التعرض المباشر لاشعات الشمس. لحد كده خلصت الحلقه، ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي، اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.